بسم الله الرحمن الرحيم. شرحنا اليوم عن طريقة الدخول والتسجيل في نظام نور. طبعا موقع نور موقع مختص بالاستعلام عن نتائج الطلبة، وهو موقع تابع لوزارة التربية السعودية. قبل البدء بالشرح يجب أن تمتلك اسم مستخدم وباسورد. طبعا اسم المستخدم والباسورد تحصل عليه من المدرسة. في البداية ندخل هنا اسم المستخدم، وفي الخانة الثانية هنا ندخل كلمة السر، والخانة الثالثة نكتب رمز التحقق الموجود بالأسفل 3224 نكتبه هنا، ثم نضغط على أمر دخول. فتظهر لنا هذه الشاشة. ندخل هنا كلمة سر جديدة، ونعيد تأكيد كلمة السر، وندخل بريد إلكتروني ونؤكد البريد، ثم نضغط على أمر حفظ. بعدها نذهب إلى البريد الإلكتروني، نأخذ من هذا البريد هنا رمز التفعيل، نعمل له نسخ، ثم نضغط على أمر موافق. فنعود إلى نظام نور، في هذا المربع نعمل لصق لرمز التفعيل، ثم نضغط على أمر تدقيق. بعدها يفتح لدينا النظام. لدينا هنا قوائم نستطيع أن نختار منها ما نريد. ممكن أن نستخدم التقارير، و من الشاشة الظاهرة نستطيع أن نعرف مثلا إشعار الدرجات وكشف متابعة المخالفات وكافة أمور التي تخص الطالب. تحياتي إليكم، السلام عليكم ورحمة الله.